أعتقد هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم. نحن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي لنقابة مراكش تتبينا لما جاء به قرار الأمانة الوطنية الذي أقرت على أن يكون من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر شهرا للاحتجاج في نسخته الثالثة. الاستعمار الحق، الإضراب حق مشروع، الحق النقابي حق مشروع، انتزعناه بالدماء وبالأرواح، وتأتي هذه الحكومة اليوم لسلبنا ما اكتسبناه إبان الاستعمار. فعار علينا جميعا أن نبقى صامتين رادفين لهذه الحكومة. فصاحب الجلالة نصره الله في خطابه الأخير أقر وطلب بأن تحظى المؤسسات باحتوائها لمناصب الشغل حفاظا للطبقة العاملة على كرامتها وعلى شغلها الدائم. واليوم نجد أنفسنا أمام حكومة لا تخدو إلا مصالحها، وهي في ولايتها الأخيرة وتريد أن تمرر مجموعة من القوانين خدمة لهذه الحكومة التي مصت دماء الطبقة العاملة ومصت دماء الشعب المغربي. فكفانا استهتارا بمطالبنا وبحقوقنا، وعاش الاتحاد المغربي للشغل، الوطن المليء. فنحن دعاة حق ونحن مسؤولون أمام الله على الطبقة العاملة وعلى مصير الطبقة العاملة. أنا أنظر ونحن نفتتح هذا الاحتجاج وأخواتنا وأخواننا من مختلف القطاعات يطالبون بالقوت من أجل العيش ومن أجل استقرار حياتهم وحياة أبنائهم. فعار علينا أن نبقى صامتين ومكفوفين ولا نقدم لهذه الطبقة العاملة التي ضحت بأرواحها وبدمائها، ونأتي اليوم ونشردها ونطردها من مناصب من أماكنها التي تشتغل فيها. فكفانا استهتارا مرة أخرى، وسوف نناضل ونناضل من أجل أن نبقى أوفياء للطبقة العاملة وللاتحاد المغربي للشغل. النقابة القوية، النقابة الأم التي ضحت وما زالت تضحي وسوف تضحي خدمة لهذه الطبقة العاملة. فعاش الاتحاد المغربي للشغل، وعاش الاتحاد المغربي للشغل، وعاشت الطبقة العاملة. وسوف يستمر نضالنا إلى أن نحقق ما تطمح إليه الطبقة العاملة وما يصبو إليه الشعب المغربي من رفاهية ومن حرية ومن عدالة اجتماعية ومن صحة ومن تعليم. فعار علينا ثم عار أن نستمر في هذه الويلات وفي هذه الاضطهادات. فعاش الاتحاد المغربي للشغل، وثم عاش الاتحاد المغربي للشغل. إننا نعاهدكم أننا سوف نبقى أوفياء ثم أوفياء إلى أن ننتزع النصر بإذن الله. وتحيا نضاليا.